لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. احنا معنا الشيخ جميل من سانت كاترين. منطقة ايه يا شيخ؟ منطقة الشيخ عواد تابعة لمدينة سانت كاترين. طيب حضرتك احنا دلوقتي جايبين شتلات لوز وعين جمل على اساس ان حضرتك تزرعها. ايه رأيك في الشتلات اللي احنا جايبينها ديت وبنوزعها مجانا على المزارعين؟ والله شيء ممتاز خالص بالمرة، واحنا اصل اغلب الناس عندنا الناس مزارعين ويفهموا في زراعة الحاجات دي. أي. من الاجداد دايما عندهم مزرعتهم، زي عندهم اللوز، اللوز على نوعين عندنا، اللوز هو الصلب واللوز الفرق. العنب والتين والمشمش وكل الحاجات المثمرة دي. حتى في اسعار الحاجات دي بتختلف خالص بالمرة، مثلا من اللوز الصلب اللي هو اساسا لازم تخبطه بحاجه عشان تكسر وتطلع التمر من جوا ده، بيستخدم كاصل بالظبط كده. يعني الكيلو منه يتراوح من 35 جنيه في الحدود كده. الثاني بقى الفرق اللي بيبقى زي السوداني، الكيلو منه 60 ل 70 جنيه. 60 70 جنيه. فالناس دايما بتقني الحاجات الاساس عند الحاجه دي، ودي اللي يزبونها. وممكن اغلب الثمار دي بتتحجز على 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 النبات وهو لسه على امه. انا لسه كنت عايز اسالك، بتسوقه ازاي؟ يعني ممكن يتسوق ازاي؟ لا في التسويق ده مفيش مشكله خالص بالمره، للناس اللي فاهمه قيمه الثمره والحاجات اللي موجوده في سانت كاترين دي بتروح عليها تلقائيا بدون ما تتكلم خالص بالمره. يعني انت عندك حتى في اللوز ولا الصلب واللوز الفرق بيتراوح بينه، انت لو خدت كيلو من ده وكيلو كيلو من ده وبعد ما صفيتهم بقى وبقت البذره اللي جاهزه للاكل، ممكن الثاني تبقى تصفى على نص كيلو والثاني تصفى على كيلو الا ربع. لان القشره خفيفه والفرق عامل زي ليه في قيمته. عشان كده في سعره ما ارتفع زياده. والطعم بتاعه ده خالص بالمره، تحس الحبه كده كانها عليها سكر وعليها لبن حليب، يعني شكله تاني خالص، يختلف خالص بالمره. كويس. حتى في الاسواق الناس عارفه لو لقيت اللوز ده يقولوا كده الكيلو ده ب 20 وده الكيلو ب 35 ياخده ب 35، هو لانه عارفه بتاع كاترين ومجربه ومجرب الحاجات الموجوده عنده. بالاضافه ان الناس كلها اللي بتزرع دي ما بتحطش اي انواع من انواع الكيماويات خالص بالمره. زراعه طبيعيه. عشان كده بتاع الافير الناس بتحب الجوده وتحب الحاجه النظيفه وتحب الحاجه الصحيه. طيب الشجرة الواحدة بتاعت اللوز تشيل قد ايه محصول؟ الشجرة بتكون مثمرة تمام، ما نتكلم على ادنى حاجة فيها من 10 كيلو واحنا طالع. يعني طالع لغاية فين كده؟ ممكن الشجرة الواحدة تجيب 30 كيلو كمان. 30 كيلو. وبتوقف برضو عند المواسم، عند الزهرة بتاعتها لما تربط الثمرة والزهرة مزهرة يكون الجو مناسب حلو دافي ما فيش رياح، ما تضيعش الزهرة بتاعتها، ربطت الثمرة بتاعتها يبقى خلاص دي شيء ناجحة. طيب انا عايز احسب مع حضرتك بقى دلوقتي، لو انا عندي فدان لوز تمام في 168 شجره حلو، طيب اقدر اخد منه كام كيلو والعائد الاقتصادي يبقى قد ايه بالظبط كده؟ لو دربنا على ابسط حاجه كده قلنا لو شجره ده ولسه في نمو كملش نمو، لو الشجره بس تجيب 10 كيلو أي. يعني بنتكلم قلنا كم شجره؟ 168. يبقى بنتكلم في 268 مش كده؟ 1000 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 1
الدولار ضربناه على على ال 30 يبقى عندنا مبلغ وقدره يبقى دي شيء معمر ومثمر وده اللي بيربط الانسان بالارض. اي تمام. ما طبعا لقيت في انتاج في مردود عليك ما خلاص مش هيشتغل. طب المصاريف بقى اللي بتدفعها علشان توصل للاسمار دي هل بتحتاج اسمده كتير او بتحتاج معاملات كتيره علشان زي الموز مثلا الموز بالزبط بيحتاج بالزبط سمات كتير. ما فيش حاجة بتطلع زي الابن لما تربيه لما يبقى كبير لازم يحتاج مصاريف يحتاج رعاية يحتاج كل حاجة خالص بالمرة. وعندنا في الناس في الجناين ديت وعشان عندما عندهاش مصادر تانية خالص بالمرة المساحات اللي بين الأشجار ديت ولسه شجر ما كبرتش والأرض اللي لسه فيها الشمس بيزرع خضروات بيزرع أي حاجة تانية لما الشجر غلبت عليها وبقى خلاص هتضلل على دي هو بقى إيه عنده عائد اقتصادي من الخضروات اللي بيزرعها. الشجر بقى تثمر خلاص اثمرت الشجر خلاص يبقى انتبهنا احنا ليه كان مصدر من المزروعات الموسميه يبقى ليه مصدر من المزروعات القواعد الاساسيه يبقى انا برضو لحقت المحصول الثاني وانا لسه قاعد جنبه يعني بيقدر يصرف على الشجر بتاعه بالظبط. لكن معلش هرجع للسؤال بتاع المصاريف اللي بتصرف على الشجر هل بتحتاج شجره اللوز اسمده كتير؟ لا 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 ما تستاهلش اسمده بلديه ممكن اسمده بلديه اسمده بلديه ورعايه مع الارض دايما وانت عينك مع الارض كده وشجار كلها جنبك كده انا شفت شجره تعبانه فلازم اعزقها عزقه كويسه لازم اسميها سمات بلدي كويس اديها تغذيه كويس يبقى خلاص زي الفصائل اللي عندها موجوده
تحمل العطش. عموما احنا المناطق اللي احنا بندي لها الشتلات بنتابعها باستمرار، وبيجي الدكاتره في التخصصات كلها، سواء بتوع التسميد وبتوع الري وبتوع جميع التخصصات، ولو ظهر عندك افات او حشرات او حاجه في دكاتره متخصصين بالموضوع ده. معالجه احنا وطبعا بتبقى ما فيش استخدام مواد كيميائيه اطلاقا. ممتاز. احنا بنستخدم مواد حيويه فقط. ممتاز. واحنا معاكم بصفه مستمره، بحيث ان احنا ان شاء الله لغايه الشجر لما يبتدي يثمر ونقول لكم بقى يعني ايه احنا كده ادينا دورنا على بر الامان. وده الحقيقه تبقى ممكن تكون حاجات عندنا بالفطره بتاعتنا اللي مش عارفينها فيها نقص فيها، لكن في ناس متخصصه فيها فبيساعدنا كمان على نمو الاشجار. تمام. الشتلات دي مطعوم وجمال واللوز ليش ده شيء ممتاز 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 مش عايز كلام خالص. جمال وخزرة ممتاز. وده اللوز المطعوم حلو. تمام. نرجو بس ان احنا نعمل حاجه للمنطقه ان شاء الله باذن الله. شكرينا يا شيخ جميل. عفوا. وكله تنميه في ارض مصر، في اي مكان فيها لو على قمه جبل ارتفاع للاقتصاد المصري دايما. تمام. انا لو اكتفيت عندي وعصر اسر اكتفوا في المنطقه، يبقى انا برضو اكتفيت جزء من اساسا من قطاع من المجتمع. تمام. وفرت. تمام. العمله صعبه. بالظبط كده. وفرت عمله صعبه، وفرت كل حاجه، وفرت انتاجيه، وفرت ايد عامله. ما انت عند جنينتك كمان معك واحد هيشتغل، ومن المردود اللي بيطلع من الجنينة هيستفاد منه هو، يبقى بيت جنبك اتفتح. هي التنمية الحقيقية دي. التنمية الحقيقية تبدأ من الصفر وترفع للقمة. لكن لما نتكلم كلام بدون فعل، بدون حاجات، بدون شتلات زي اللي شفناها ديت، يبقى احنا ما عملناش حاجه. احنا سعداء او ان احنا شفنا حضرتك. احنا الاسعد. سعداء بانطباعك عن هذا المشروع. عفوا. احنا نتمنى دايما، والايد اللي تساعدنا وتحط 10 شتلات لما تيجي تلقى 20 شتله، مش 10 شتلات تلقى في زياده. دي فكره المشروع، في زياده تبقى ان شاء الله باذن الله. شكرا. شكرا.